Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eyyethmethin selamu rabbi filavun. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Emanetul mal. Şer'an nâz illa zihsumi qaran el kulliyyet ev el makasid el kubra. El makasid الكبرى هي الأصول التي تبنى عليها الأحكام والشريعة لكن دين ربي جواليس في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الشريعة ضابطة لحركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. العقل البشري قاصر مهما ارتقى وعلا. لكن يفغف ندم يسعى اللاغ مقر يجهد وريز ميرالا أذي يفهمك تمثل الدنيث. يحتاج إلى النقل لكن دينا أبو حامد الغزالي في الذي يعفو ربي صاحب إحياء العلوم إحياء علوم الدين إناد العقل والنقل متلازمان كتلازم الشعاع مع البصر يعني إنه العقل والنقل مقصود به الوحي الوحي يدين زن ربي سبحانه عز وجل المعنى يس العقل يحواج الوحي الوحي يحواج العقل باش هذي فهم باش أنفهم الوحي أنفهم القرآن أنفهم السنة أمي إلا قنستخدم الله ذينم يا ربي ذي القرآن أكثر من ألف مرة أن يستخدم أول العقل يعني وردت كلمة العقل بجميع وظائفها في القرآن أكثر من ألف موضع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون بالعقل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار في سورة فصلت في الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هم كيف بدم الأسترونومي علم الفلك الآفاق لازم العقل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وفي سورة الذاريات في الآية 7 والسماء ذات الحبك ذي عنوان أم بعد وفي الأرض آيات للموقنين الآية 20 وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية 21 وفي السماء رزقكم وما توعدون الآية 22 وفي سورة الذاريات الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين إشارة إلى انبثاث الزوجية في الكون ومن كل شيء خلقنا زوجين في سورة الذاريات الآية 49 يعني ربي سبحانه استخدم العقل النغم مليح باش نفهم القرآن وقد يقصد أبو حامد الغزالي إن العقل والوحي أو النقل متلازمان كتلازم الشعاع مع البصر ونزميرا لغن موالي سوى سن الشروط شرط مزوار إلى إزري البصر لتتحقق الرؤية إزري سبب السن إلى قثفاث ما إلا يخصيون الشرط ولاش ثركا أقلا ذي ثفاث لو كان ديونا ذي قنا النيس هذا غلق غني ولا غرى لا أرى شيئا لماذا عطلت شرطا من الشروط وهو البصر وكذلك الحقائق باش كان نفهم باللي الدين النغ دين الوحي دين العقل يدعو إلى استخدام العقل بلا حدود استخدم اللاغيش أين مزمرض
سون ليميت بلا حدود وكل يوم عند يوفق ربي سبحانه لا يوني يستخدم في كيس ربي لا غيس يتفلاح خبير ذي الفلاحة يتفلاح ذي التجارة ما يعرف ولو كل الميسر لما خلق له هذا فضوياض سعى ذي التجارة خبراء ذي فن البيع والتجارة والمرابحات والمضاربات وتأسيس الشركات والأعمال لزافير شغلهم ولكن الشريعة الله الذي يمكن شيء ماشي كي تقول آفير معناتها دير واش حبيت لا الآية 18 من سورة الجاثية ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها لأنه قال مختصين في علوم الفلك الأسترونومي وياض لا جيولوجي علم طبقات الأرض وياض العلوم المختلفة ربنا اقرأ المهم باسم ربك ذا كان وهي الشرط اقرأ اغرض ولكن باسم ربك لا انفصال بين العلم والوحي لأن العلم إذا اتصل بالله عمر وإذا انفصل عن الله دمر فالعلم عمار أو دمار الكليات الكبرى ثلاثة مزوروث الدين حفظ الدين هو الأساس بلوتارك مؤرخ كبير إنك وجدنا في التاريخ مدنا بلا مستشفيات وجدنا في التاريخ مدنا بلا مدارس وجدنا في التاريخ مدنا بلا حصون ولكن ما وجدنا في التاريخ مدنا بلا معابد بشغ ديني سقسمي دخلق ربي الدونيف إمذانا أتنذين أنوي دخلقا لكرياتور أين هو؟ أين هو؟ لذلك جاء الأنبياء والمرسلون إيش قالتني ربي سبحانه للإجابة عن هذا السؤال من الخالق يعني ربي إيش قعد إم والهن تالسا الأنبياء المرسلين باش أتجاوفون فستقسيقي أنوي ذاغدي خلقا ربي ناد في سورة الأنبياء مثلا الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربيون سورة البقرة الآية 256 فمن يكفر بالطاغوت ما عدا الله طاغوت بملء الفم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الدين من بعد حفظ النفس النفس البشرية ربي سبحانه يفكيس القيمة ورتفكا ولا إيوائي وياضياك ولا شو يسفكا القيمة ابن آدم أم ربي الدليل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا سبحان الله يوثن ترويح ساعة أزال ساعة القيمة نتخلقيه ياك كلمة لا حفظ النفس إلا حفظ العقل ألا أما كان نهضر في الناس العقل به يفهم الوحي به تبنى الحضارة به العلم يفكيسر بزال ربي ذي العلم ندوى قول ربي زدني علما ولاش لا قناعة في العلم علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العقل أنا فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بعرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف العرض نسل أيضا لكي لا ينقرض النوع البشري في الحياة محافظة على الأعراض محافظة على النسل منع الإجهاض لافورتمون ممنوع إلا بمسوغ شرعي إلى غير ذلك أنا مدل بضغ المال 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 عصب الحياة سلمال رنفنو الجوامع سلمال رنفنو اللوزينات إخامن ثافلاح أن السلم المال كلية من الكليات الخمس لذلك شرع النغ يجعل الأمانة أمانة المال
كلية من الكليات الخمس الكبرى، ولكن ندحبس الملاكي مال الله أكي قارن كل شيء نربي الشيء نربي هذه غالي ربي. الدليل في سورة المائدة الآية 17، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما كل شيء نربي كل شيء نربي ذي ذرار ذا زغار كل شوك الأرضاق السماوات كل شيء نربي ولا هو الملك الأصلي للأشياء لكل شيء باسكو هو الخالق من العدم من غير مثال سابق ذا ربي دي خلقا كل شيء ولكن تفضلا منه إن يغيد الأرزاق أثن الجغيري فاسن نون ذلمان المال الأرزاق ذلمان جري فاسن نون إذن أمانة ذيني مي ربي سبحانه يند في سورة الحديد الآية 7، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أغدقار المال جريفة سننوان سخدم ستكني في غربي ذنفي أما ساعة ذنوان ساعة من الحق تسخدم سوذ ميس زدين اتفقنا ورث سوثارة بعد ثلاثة الآيات الآية 19 في سورة الحديد ربي ند ولله ميراث السماوات والأرض سبحان الله تروا فيرسي أبري ثلاث آيات مباشرة الآية 7 دي قربي وأنفقوا طبعا بد ما ذي فرح مسرح مفرح ولكن عسكن في ليسا دايا فأدفذر بعضا منها ولكن بعد ثلاث آيات دي قارف سوثارة حضرت أكوني فغلي أقال كل شيء يذي غالي ربي ذن سالثي ورثا أخطا نكوني وي ورثوا غلا جدي شنغ جدي مثل الجذوذ جندي الدريا الدريا جندي الدريا من الدريا الأجداد للأولاد للآباء والآباء للأولاد والأجداد للأحفاد سدو ويتجريوا في النهاية ويورثوا الشيخ محمد الحسين إن يستمرث تبدي لمولان وشوف سبحان الله ثلاثة مسلين ريزيمي كلش ثمرث تبدي لمولان دايا يكفى ووال ثمرث ثمرث تقيم ثمرث ألا ما سيورث بافيس ربي سبحانه ولكن تبدي كان مولان ذي الوقت ني ذي مذان كسفن أذع سليمان سن ثم زواروث إلى أين كد كسفن هيد كسفن سي الحلال المال يكتسب من المصادر المباحة سي الحلال المصدر مزوارو العمل الخدمة أما ذو الخدمة بدنيا نغ عقليا ذهنيا العمل قد يكون جسديا ماديا فيزيائيا قد يكون ذهنيا عقليا المهم ذو الخدمة ويني فغان سكسوسو ذي وسنين مدنا سيدي إلاق افتديني بكون وين وسلي غير مليح هذه الشروثي ما شاء الله ويني فغان سكسوسو ذي وسنين مدنا سيدي إلاق هذه الشروثي ذي العمل الميراث مصدر من المصادر هذه ليون يموت فاسي جايس بروك في الناس مدام سالميراث أكن دينار بسورة النساء الآية 7 12 13 176 إلى آخره ربي دينان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا سدو من بعد أن سيزيام أن يتيام أنكار ضربي في بضان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك يعني دوتير وإن كانت واحدة فلها النصف يعني أندمي المدينة ولأبويه لكل واحد منهما السدس أنسيزيام مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له كل شيء بالتفصيل
هذا المراء الهبة دوناسيون يولا يفكي وايد دوناسيون هبة تجوز الوصية تستامو تجوز تجد وصية رواية نغيثاية عادي في كذا مصادر الحلال الحلال الشركات ذي عين ربي بلا حدود ربي ندوى أحل الله البيع وحرم الربا لانت المصادر الحرام الغش وكرضا الاحتكار الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ناد الجالب مرزوق والمحتكر ملعون والعياذ بالله السرقات لي ديتورنمون وكاو كل حرام وكل حرام عقود الغرر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر الربا بجميع صوره ربا الفضل ربا النسيان غير الانواع النظام سورة البقرة الآية 275 ربنا دو أحل الله البيع البيع والشراء كن يعين ربي الشركات إلى آخره وحرم الربا والربا قليله وكثيره حرام صافي في النهاية المال مال الله لكفاس بنادم ينفق الآية السابعة من سورة الحديد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنتم لا تملكون المال ملكية مطلقة ملكيتكم للمال هي ملكية استخلاف بمعنى أسخذ مثل أن ديلق انفق في مانيك في وشولتك في الرويك في مولانيك لجدودك أذروميك إجليلا إمغفان إوجيلا ثجال ثلوفا مردغلين الإغاثة أذيعين ربي نعم المال الصالح للرجل الصالح من بعد ربي سبحانه قال حذاري سورة البقرة الآية 188 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آية محكمة المال أمانة إن شاء الله نستخدمك ذوقين الهن راغي نفعني الدنيا ولذي الأخرث نعمل المال الصالح للرجل الصالح والسلام عليكم ورحمة الله.